انا رايحه على البيت شوف شو في عندي من شو عندي سكر جيبهم، واذا لقيت مطربان المعقول كمان بدي اجيبه معي. يسلموا ايديك. تقبريني عزك، بلاقي عندك لوح صابون؟ لك هان تقبريني، انا اللي عندي مخبيته بين الاواعي، هلا طالع لك اياه وبجيبه معي. يلا سلام عليكم. الله معك، مع السلامه. يا مو خلينا نروح نزور اختي جميله. لا يا مو، لا مو هلا، بعدين بنجي بنزورها. امشي امشي. خبرينا بكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. أولي أولي تعالوا شوفوا يا أختي. يا حلوة حولي شباب حولي. يا أهل الحارة دخل العصام. هلا بشير يا بشير. خير خير. خلص يمسك عم الصلك وتولى العرب. أنا الصلك شو الحكي؟ اسمح بالله. روح روح على الحمام نادي الرجال كله وأنا سامعكم هنيك. هلا أبطاها جيب الرجال والحاني. بعدين 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 لا حدا يفوت. استني يا اخي ابو بشير. الله يستر على بناتك يا ليلي. امسكي يا اخي يا راوي وصلي على النبي. مين هذول اللي هربوا من هون؟ العسكر الفرنساوي يا ابو بشير. العسكر الفرنساوي كانوا عندك بالبيت؟ كانوا رابطيني بالحمله وبدهم ياني احكي كل شيء عن رجال الحاره اذا هربوا من هون ولا لا. أنا صرخت أبو هربوا. الله يكسر خاطرهم يا حق إلهي. ابعتوا هيك يا جماعة أسرعوا هيك بوليس حارة. شربوا شربوا. شو صاير عم يا بشير؟ خير أختي مسكي. خير أبو بشير. آه يا خيتي آه شو بدي أحكي لا أحكي. لو ما أجي أبو بشير ورجال الحارة وفكوني مدري شو كان صار فيني. الله يصلحك على هالعملة يا أم زكي. يعني مدام صار عندك حنفية مي، ليش هالبير ما تسكريه وتخلصي منه؟ بالله شو؟ لو كنت مسكرته منين كنتوا بكون تاكلوا؟ بعد ما حاصروا الحارة وضيقوا عليها يا أم زكي، في ريال خانهم عم تحكي درر، يعني هذا البير مو خطر عليكي بس أنت لحالك، خطر على الحارة كلها صار. يصطفلوا، أنا تركت البيت لأهل الحارة يعملوا فيه اللي بالدنيا. لطفية الله يرضى عليكي قومي جيبي لي طاسة الرحبة، قلبي لهلا لسه موضوع من وقتها. على راسي خالة أم زكي. دي امزكي بس لا يكون انقطع نسلك. اخر سيب ليكي محمد شوف هاي اورايقه. قومي من جنبي قومي قومي تضربي بهالوجه. شد عصام سيف. بدي اشوف اخرتها معهم ولولاد الكلب. الله يقويك. شلون عم يا بشير؟ بري عليك عصام. هيك ما عاد حدا يقدر يطلع من البير وهيك اطمنا انه ما يقدرونا يفوتوا على الحاره مره ثانيه. بس لازم ننبه اهل الحاره يديروا بالهم على بيانهم مشان ما حدا يفوت منا. مظبوط عصام. جماعه حاره الضبع خبرونا انه رح يحفروا من عنده ورحنا رح نحفر من بيت ابو الخير. بيك حالي نلتقي بنص النفق ان شاء الله. عظيم عظيم. وامتى النفق بيكون جاهز؟ تركت ابو الحكم عم يشتغل وجيت خبرك وهلا راجعي. اخ اخ عال عال فرحتني كثير. الله يقويك. الله يخلينا اياك يا مختار. تصبح على خير. السلام عليكم. امان الله. يا رب. هات عمي هات. ازيك عمي؟ بسم الله. ازيك عمي؟ قول والله ايه. همي همي شباب. ازيك عمي بشير؟ عصام انت متاكد انه هي الجال عم يحفر فيها ابو النار وابو الحكم؟ متاكد. واذا فرقت رح تفرق شيء بسيط بس. قولوا الله قولوا الله. يا الله زيك ابو ماجد. خليه يا عصام. ايه خليه امرني. قلتك منخلص قبل طلوع الضوء. ان شاء الله منخلص على هالهمه منخلص بس ادعينا انت. الله يقويكم جال حبيب المصطفى يا رب. أبو ناصر شو في؟
العسكر عم يهدوا بيت المساكين. العمى الله لا يوفقهم على العمله. دورت على ابو سوق قاسم ما لقيته، رايح خبر الشيخ عبد العليم. انا بعرف وينه وانا راح اخبره. ماشي. هذه مياتكم ليش؟ يلا عم يلا ايه؟ بسم الله. هات يا اخي هات خود. يلا همي شباب همي. عم خود عمي خود طمني عصام شو الاخبار؟ ما بقى يعني الا شوي عمي ابو بشير. حلو. لا الشباب همتهم كبيره الله يعطيهم العافيه. قاسم ابو بشير الحقوا يا رجال الحقوا. شو في ابو ممدوح؟ العسكري ابو قاسم فاتوا على الحاره وعم يهدوا بيت ام زكي. شو هالحكي؟ مثل ما قلت لك بلغتوا الشيخ عبد العلي؟ بلغناها. عصام انتوا كملوا حفر هون وانا ابو بشير بنروح نشوف شو القصه. روح تروح. هدوا شوي شباب هدوا شوي. احنا هدينا هاد البيت لانه صاحبته عم تتعامل مع عصابة المخربين، وانتو اهالي حارة الضبع كلياتكم. بدي اياكم تعرفوا شغلة، اللي بده يتعامل مع هاي العصابة بدي هدله بيته فوق راسه وراس ولاده. عناصر انسحب. ولك الله كبير اكبر من كل اللي عم تعملوه، وراح يجي يوم ندفعكم فيه الثمن غالي. وقد خاب من حمل ظلمه. يا ابني يا محمى شقيتهم الى الله، لك الله لا يوفقهم على العدل يا حق الهي. طولي بالك يا ام زكي طولي بالك، البيت لساته على حاله، الحيطان ما صار لها شيء، بس السوفه صارت بالارض. لك شبهتني بالسوفه يخرب بيتك، خرب بيتي، لك خرب بيتي. لك لا تزعل يا ام زكي لا يصير لك شيء، عامل لك الحيطان سليمه، بس هبطوا السوفه. اروح يا ابنك بقتلك الهي. لك شوفي شو صار. لا سيدي مولاي تنهد صوفت عنوهم مثل ما هدولي بيتي اللي متقاوية فيه. لك شو صاير فهميني، ليش عم تولوا لي فيقتي الحارة؟ هدولي بيتي العسكر الفرنساوي بيتي اللي متقاوية فيه انا. قولي على قارتي عليكي ليش هدوه؟ هدوه بصاير متضايقين مني لانه لميت عليهم اهل الحارة وقتك كمشولي. بس يحم عليك يا امزكي طولي بالك، معلش تقبريني صحتك بالدنيا بالمال ولا بالعيال. لك شلون صحتي بالدنيا والبيت اللي متقاوية فيه هدولي يا. خلص طولي بالك طولي بالك امزكي، وحياة من خلق الخلق وبسط الرزق غير صلح لك يا على حسابي نكاية تنفيون ورجعه احسن مما كان. تقبريني من حقها من حقها الله يخليكي. ولو يا امزكي ولو، انا بقبل انك تبقي من البيت وما يكون فوق راسك سقف. واسكت. شو ابو الحكام بين معك شيء؟ ايه بين بين طاقه صغيره على حاره الضبع. بري عليك يا ابو الحكام بري عليك، هلا بين معدنك حليم الله انك اصيل وبالحلال، الله يعطيك الف عافيه. عصام 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 شو صار معكم خالي؟ عرضية خالي بإذن الله حرجع للبيت لأم زكي مثل ما كان وأحسن. أنتوا شو صار معكم؟ التقينا مع أبو الحكم وأبو النار بالطرف الثاني، مو بقى يعني إلا شوي وبيكمل السرداب. ولك بري عليكم بري عليكم، بيضوا الشباب الليلة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لازم نعطي فتحة السرداب على المضبوطة، ما بدنا حدا يدرى بأمره بنوب. معك حق عقيل معك حق، هذا المخرج الوحيد اللي لنا، بس شلون نسكر الفتحة؟ هاي تركوه علي عمي أبو بشير. وين خالي؟ لندير بالنا منيح وما بدنا حدا يحس فينا بالمرة. خالي ولا يهمه، نحنا كمان رح نسكر الفتحة من بيت أبو الخير. ما هيك عقيد؟ ايه. وشلون كنت غطوه عقيد؟ رح نغطيها وحصيرها ولا منيح. الله يعطيك العافية أبو النار، معروفك هاد مع أهل حارة الضبع، ما حدا رح ينسالك يا بالمرة. ولو يا شيخ عبد العليم هدول أهلي، المهم هلا اكتبوا لنا الأغراض اللي بدكم إياها بالورق والقلم وعلى حالك بنجيب لكم إياها. هاي الأغراض اللي معتازين لها حارة الضبع كلها مسجلة هون بالورقة. الله يعطيك العافية كفيت ووفيت. روح على بيتك ريح بدنك، صلك 24 ساعة عم تشتغل انت وابو الحكم. اي والله يا مختار، حاسس حالي رح اوقع من طولي، يا دوب خطفت حالي ورحت على البيت غيرت اواعي وجيت لعندك. ابو فارس شو بدكم مختار؟ انا بنزل على السوق بأملكن ياها. هي الورقة وفيها كل الاغراض. خود وهي مصاري. امتى بيتأمنوا الاغراض مختار؟ ان شاء الله مع اذان الظهر بيكونوا ببيت ابو الخير بحارة المسكي. انا راح انزل وانت بتناولني. يا رب الحكم يلا مشي. ابو
امسك همي. هم شباب ايه؟ يلا معنا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو جبت الطنبور؟ الطنبور جاهز ابو قاسم. ابو مرزوق فتح لي مخك منيح، هدول الغراض بتحط شوي عندك بالدكان، والحبيب رح يفتح لك قهوة ابو حاتم بتحط فيها شوية غراض كمان. امرك عمك غراض وباب الحارة منيح؟ ابو بدر هنيك، اي شيء رح يصير رح يبلغنا فيه على الفور. يلا شباب. يلا شو بدنا نسوي؟ شلون بدنا نسكرها هي الحفرة؟ لك انت ريح لي راسك يا خالي، لا تاكل هم. قلت لك هات بالحكم. مري 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 عليك قوام قوام. الله يقويك. ايه ايه الله يقويك ابو الحكم. شكرا ابو الحكم شكرا. يبعت لهم مية نار تسلق بدنهم سلق. معقول معقول يهدوا لك بيتك؟ شايفة يا سعاد خانم، هي اخرتها انا ينهد بيتي وصفى عم بتنطوط بيوت الحارة من بيت فلاني لبيت علتاني؟ شو هالحكي يا امزكي، بيوتنا كلها بيوتك ولا يهمك، انا بعطيكي مصاري صلحي بيتك ورجعي احسن من مكان. الله يخلي لي اياكي، ما بتقصري تقبريني، بس فريال وعدتني انه تصلح لي بيتي، والشيخ عبد العليم قال انه رجال الحاره بدهم يرجعوا لي بيتي مثل اول واحسن. الله يجزيهم الخير. بس منلا فريال هالكرم الحاتمي، وكيف دبت النخوه براسها فجاه؟ ما بعرف، بس هي ورثانه من عمها المرحوم ابو صالح مصاري كتير، وشو ما عطيت من هالجبال ما بينقص. اهلين وسهلين خالتي امزكي. لك بهالقامه وبهالعين تقبشيني. تفضلي. شو هاد قهوه؟ قهوتك يا مو. اي والله عصام وصلنا عليهم من برات الحاره وجابوا لنا اياهم. الله الله يا عيني، من امتى ما شربنا فنجان قهوه على رواق؟ الله يسلم ايدين وايديك خالتي امزكي. الله الله على هالبنات شي ناهي. سعاد خانم بدي اسالك، سمعت انه رجال الحاره الله يطولنا بعمارهم فوتوا خير كثير على الحاره، دخلك ما عرفتي شلون فوتوه؟ وهدول كمان ما تعمل كثر خير. بدك شي تاني؟ لا سلامتك. شو وينك حميده؟ ليش ما جبتها معك؟ تركتها عم تعزل البيت. لكن يا مو الله يرضى عليك، بس تخلص تعديل بتجيبها لعنا، قلنا كم يوم ما شفناها وهي ساكنه معنا هون بنفس الحاره. تكرم عيونك، هلا تخلص شغل وبعتلك اياها. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامه.